حوار صحفي مع جني مسلم. جني مسلم أصله من الهند من مومباي، كان مسيحيا كافرا ثم عزه الله بالإسلام وهداه إلى الإيمان. كان اسمه قبل الإسلام رسلان سمير كانجور، ويبلغ من العمر 180 عاما، وإسلام مصطفى كان فتحا، فقد أسلم معه كثيرون لإسلامه، منهم 10,000 جني هم حرسه الخاص وحاشيته، وهو أمير كبير ذو صيت ومهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء، شكرا على دعمكم المتواصل، وخواتم مرضية وعيدكم مبارك مقدما. اليوم لدينا حوار صحفي مع جني مسلم من الهند. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فضلا وليس أمرا اضغط لايك الفيديو واشترك في القناة. يلا نبدأ بالفيديو. كيف هو شكل الجن؟ وهل يمكن رؤية الجن؟ وكيف ذلك؟ بداية، التصور الخاطئ. قد لا يدرك كثير من الإنس أن الجن يحزن للتصورات المغلوطة الشائعة عن أشكالهم في عالمنا البشري. ولما سألت الجني مصطفى كنجور عن شكل الجان عادة، أجاب بنفس المعنى السالف وأضاف أن الإنس يعتقد خطأ في قبح الجن، وأن شكله مرعب ووجهه مفزع وله ذيل طويل كالحيوانات وإلى آخره، وكل هذا لا أساس له من الصحة، وإنما هو من وهم الإنس. فقلت له قد يكون الجن نفسه مسؤولا عن ذاك الوهم أو التصور الذي انقدح في أذهان البشر. قال كيف؟ قلت له بأن يتشكل شيطان في صورة مفزعة أو قبيحة لإنسان ما بقصد إخافته أو لهدف معين، ثم قال ربما، لكن البشر بالغوا على أي حال في تصوراتهم وكثيرا ما يكذبون، ثم أن الشيطان مسخ سيء الشكل عكس الجن المسلم يحسن الله هيئته، شكل الجن وهيئاته. قلت له إذا لتصحيح الصور والأفكار قل لي ما شكلك الحقيقي الذي خلقك الله تعالى عليه. قال فيما يتعلق بملامحنا، فأشكالنا التي خلق خلقنا الله عز وجل عليها لا تختلف كثيرا عن شكل الإنسان فيما عدا بعض الفروق والاختلافات. فالرأس عندنا أكبر قليلا بالنسبة لأجسامنا، وعيوننا طويلة لا مستعرضة كما هي عندكم، ومنا من عيونه طويلة بانحراف يسير إلى جهة الجبهة تماما، قريبة الشبه غالبا من عيون اليابانيين أو الصينيين لديكم، مع ملاحظة أن عيوننا ليست ضيقة كعيون بعض البشر منكم، إنما في العادة هي كبيرة ووسيعة كعيون الغزال لكن بالشكل الطولي. قلت له شاع عندنا أن عيونكم حمراء دائما، فهل هذا صحيح؟ فقال ليس دائما، فهناك عيون كثيرة ملونة كبني البشر، وإن كان يفرق سواد العين لدينا ليس كامل الاستدارة كما هو في عيونكم، لكنه يميل إلى الشكل البيضاوي، ولعل الإحمرار الذي اتهمتونا به في كل عيوننا ناتج عن بعض الإشعاعات الخفيفة التي تومض بها عيوننا، وهي إشعاعات تميل دائما إلى اللون الأحمر، وهي ليست مخيفة لمن يعتادها بل سيجد فيها وميض الألق والجمال. أما الأذان فهما قريبا الشبه من أذان الخيل، خاصة من ناحية الشكل المدبب، ومنا من أذنيه شبيهة بشكل أذن القطة، ولو تمعن البشر لوجدوا أذان القطة على ضألة حجمها أشبه بأذان الخيل وهي مدببة مثلها. ولذلك فإن المسلم منا حدث وتشكل فأحب الأشكال إليه القط أو الخيل أو الأسد، وإن جئنا للأسد فأنوفنا في وسط وجوهنا تماما كالإنس، تميل إلى التكور كبعض أنوف الفلبينيين والفلبينيات. والجن المسلم يربي لحيته تقيدا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يطلقها نقول على وجهه أن وجهه خراب، وشعر الرأس لدينا كثيف جدا وغزير جدا، وكذلك طويل جدا جدا في إناث الجن، وخفيف بالنسبة للرجال والذين يكثر فيهم الصلع بنسبة كبيرة. قلت له فماذا عن أيديكم وأرجلكم؟ قال أيدينا كأيديكم تماما، إلا أنها تختلف من جهتي طول الذراع وطول الأظافر، فأذرعنا طويلة بالنسبة لأجسامنا، كذلك أظافرنا طويلة لأن أصبعنا نفسها طويلة، أما أقدامنا فمفلطحة من جهة وجهة القدم. قلت له ولكم هيكل عظمي وجهاز تنفسي وجهاز هضمي وقلب؟ قال تماما مثلكم، إلا أن هيكلنا العظمي يتمتع بليونة ومرونة لا تتخيلونها أبدا، وباقي الأجهزة تعتبر ضئيلة
الكليه بالنسبه الى اجسامنا، وجهازنا الهضمي يهضم ما ناكل، وتخرج الفضلات من منافذنا التي خلقها الله عز وجل كمنافذكم. وان كانت فضلاتنا ليست جسما كثيفا، انما هي فضلات تكون على هيئه البخار الغليظ الشديد. اما البول فهو كذلك بخار شديد التدفق، لكنه اخف كثافه لدرجه السيوله كما هو عندكم. ومن ثم هناك شياطين تبول في اذن المسلم الذي لا يذكر الله عند نومه، ولا يبيت النيه لاداء فرض الله رب العالمين. قلت له: هل لديكم اعضاء تناسليه؟ قال: تماما مثل البشر، لكنه بضاله بالنسبه للبشر ومتناسبه بالنسبه لاجسامنا. والرجال مثل الرجال منكم، والاناث مثل الاناث منكم في جميع النواحي. قلت له: لنعود للراس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فهل للشيطان او الجن عموما قرنان على وجه الحقيقة؟ فقال: هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الحقيقة. فلكل جن قرنان، ولكن قرنان ضئيلاء الحج حتى بالنسبة لجسم جن الشيطان. فقلت له: تعني أن لك قرنين؟ قال: نعم نعم، ولكنهما صغيران جدا وليسا طويلين. فقلت له: فهل قرنا إبليس صغيران أم كبيران؟ قال: بل كبيران، يتناسبان مع حجمه، فهو قديم قدم البشرية الأولى، أما نحن فضعاف الأجسام. قلت له: فماذا عن ألوانكم؟ قال: مختلفة مثلكم، ولكن غالبية البشر لدينا السوداء. قلت له: تلبسون ثيابا؟ قال: نعم نعم، ثياب مختلفة ورائعة، والإناث من الجن المسلمات محتشمات ومنقبات أو محجبات مثل نسائكم تماما، والرجال أغلبهم يميلوا إلى لبس العباءات ويحبون اللون الأحمر ثم الأزرق ومن قبلها الأسود. قلت له: وبالنسبة للسانك؟ قال: إنه لسان عادي حقيقي، ولكنه صغير جدا يتناسب مع ضآلة أجسامنا، وبالإيجاز لنا أجهزة مثلكم تماما. قلت: ولكم أسنان؟ قال: نعم، ولكنها بالنسبة لأجسامنا تعتبر طويلة أو كبيرة نوعا ما. قلت له: ومع هذا لا نراكم؟ قال: طبيعي، لأن الجسم بأصله النار الهواء شفاف، وإن كان يمكن رؤيتنا في حالات معينة. قلت له: وما هي؟ قال: حالة تشكلنا بشكل مادي مجسم، أو حالة شرب ماء السحر، أو إرادة الجن ذلك في ظروف وأحوال لا بد من توفرها. قلت له: فماذا تلبسون في أقدامكم؟ هل تسيرون حفاة أم تلبسون أحذية أو نعالا؟ قال: نعم نعم، نلبس نعالا مصنوع من ورق البردين، ولكن هناك فرق بين الجن المسلم والشياطين. الجن المسلم يلبس نعالين، أما الجن الشيطان يلبس نعالا واحدة في قدمه اليسرى، يترك اليمنى بلا نعال. قلت له: ورق البردي هذا العادي الذي كان الفراعنة يكتبون عليه؟ قال: نعم إنه هو، ولكن ارتداءنا له يجعله خاضعا لخصائصنا فلا يراه أحدا. قلت للجن المسلم: ما رأيك في مسألة رؤية الجن؟ هل يمكن للإنس أن يرى الجن؟ قال: لديكم رأي بأنه من قال أنه رأى الجن لا تقبل شهادته أو ترد شهادته؟ قلت له: نعم، إنه قول الشافعي رضي الله عنه. قال: نعم نعم، ولكن ما أخبر به الله عز وجل لا ينبغي الرؤية، إنما يعني أن هذا هو الأصل الذي عليه الخلقة التي أرادها، وهو الشيء الطبيعي الذي يتناسب وطبيعته أجسامنا التي كونها الله رب العالمين. فنحن عالم أراد الله له ألا يرى من عالم الإنس إلا في حالات خاصة جدا جدا. قلت له: وما هذه الاستثناءات حسب علمي؟ قال: كما قلت لك من قبل، في حال التشكل أو في حال شرب الإنس ماء مسحور أو إرادة الجن ذلك، توفر أحوال معينة تعينه على ذلك. قلت له: هل لا توضح لي أكثر؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى منحنا القدرة على التشكل بأي صورة من الصور. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. هذا دليل على أن إبليس وهو من الجن تشكل في صورة رجل، مما أمكن من رؤيته ومخاطبته، بل ووضع يده على يد إنس عاهدا على التعاون. قلت له: لننتقل إلى الحالة الثانية، وقد قلت أنها حالة السحر أو شرب ماء مسحور. قال: نعم نعم، وهنا يمكن رؤيتنا بكل سهولة، فهناك من يبيع نفسه للشيطان فيحاول عن طريق السحر أن يسيطر على أحد الناس، فمنهم من ينجح في أن يسقي ضحيته ماء متلوا عليه بعض الجمل الشيطانية والتعاويذ الخبيثة، وعندما يسري هذا الماء في بدنه يكون هذا البدن بؤرا مغناطيسيا
تجلب الشياطين للبدن، فإذا بالضحية الإنسية تصبح كالمرمى بلا حارس، تدخل فيه الشياطين وتخرج كيفما تشاء وفي أي وقت. قلت: وكيف يمكن للإنسان في مثل هذه الحالة رؤية الجن؟ قال: يكون هذا بتأثير ماء السحر الذي يمنح بصر الإنسان وإدراكه قوة فوق قوته تمكنه من رؤيتنا، وهذا الشيء هو الذي يمكنه من رؤيتنا وسماعنا وييسر تأثيرنا عليه. قلت له: بالنسبة إلى رؤية الجن عند إرادة الجن ذلك، هل هذه مسألة سهلة على الجن؟ قال: بالطبع لا، حتى عند ظهورهم في صورهم الحقيقة تعبون في عملية التبدي أمام أعين الناس، فضلا عن الخوف والهلع الذي يجتاح الشيطان أو الجن في ذلك الوقت. قلت: مما الخوف؟ قال: أن يكون الإنسي على علم فيمسك بالجن أو الشيطان أو يقسم عليه بأسماء الله العظمى فيحبس على صورته تلك، ويتمكن منه الإنسي ويربطه ليشاهده الناس أو يلعب به الصبية، ثم استطرد صاحب الجن المسلم وقال: وهذا يعتبر تعديا واعتداء كما قطع الطريق عندكم، وفي هذه الحالة لو أمكن اللجوء إلى أمير هذا الجن حكم وعوقب بالسجن والضرب. قلت: فإن كان الأمير شيطانا مريدا؟ قال: الشكوى إلى الله أفضل، والذي يفزع من تبدي الشيطان لو كان ممن يلجؤون صلا إلى الله لما قدر الشيطان على إفزاعهم والتبدي لهم. لهذا قلت فيما سبق: يجب توفر ظروف التي تهيئ له هذا الأمر، وأهم هذه الظروف البعد عن الله وعدم الطهارة والمشي في الطرق الخالية والمقابر ليلا وحده دون رفقة أو أي صحبة، أو أن ينام جنبا دون وضوء. ومع هذا فإن الجن أو الشيطان الذي يتبدي للإنسان يكون مترددا وقد راجع نفسه 1000 مرة. قلت: ولو كان الإنسي قوي الإيمان قوي العقيدة بالله ولم يكن من المقصرين، مع هذا تبدى له الجن أو الشيطان؟ قال: يكون هذا استثناء أو شيء شاذ، فالشيطان في هذه الحالة يكون غبيا يمكن أن يضيع حياته، أما الجن فلعله من الصالحين والإنسي من أولياء الله الصالحين، فيريد الجن سؤاله في شيء شرعي، خاصة أن علماء الإنس في العلوم الإسلامية أكثر فقها وعلما من الجن. والآن ننتقل إلى حياة الجن. سألت صاحب الجن: هل إبليس هو أبو الجن عموما كما أن آدم عليه السلام هو أبو البشر؟ قال: لا لا، إبليس من ولد الجن وليس أبا الجن. قلت له: فما اسم أبا الجن؟ قال: حسب ما وصل إلي من العلم والله تعالى أعلم اسمه جان. قلت: وماذا عن إبليس لعنه الله؟ قال: إنه من ولد الجان، كان محسنا في عمله متشبها بالملائكة، أساء وتكبر كما هو معروف لديكم. قلت له: أن كثير من الناس يعتقدون أن إبليس هو أبو الجن. قال: ومن أين لهم الدليل والعلم؟ إن القرآن الكريم لم يقل ذلك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وهو على أي حال أبو الشياطين. قلت له: وما الفرق بين الجن والشيطان؟ قال: الشيطان جني وليس كل جني شيطانا. قلت له: حبذا توضيح ذلك؟ قال: الأمر بسيط، إبليس تزوج جنية آمنت به وبأفكاره وأنجبوا ذرية، وهذه الذرية التي هي من نسل إبليس بالفعل يسمون الشياطين، وهم على صور وأشكال شتى، وأغلبهم والعياذ بالله مسخ قبيح أو كلاب، ولهم مدن ومستعمرات غالبا في الصحاري وبالجبال وبالجزر النائية وعلى سطح مياه البحر. ولكني بعد إسلامي ولله الحمد أستطيع أن أقول: كل من لا دين له غير الإسلام شيطان وإن حسن مظهره، وفي هذه الحالة يعتبر إبليس أباهم مجازا، بل قد تذهل لو قلت لك أن إبليس هو الزعيم والأب والإله لكل طوائف الجن غير المسلمين، وكلهم يعملون تحت رايته ويقنع كل فريق من الجن والشياطين بما هم عليه بأساليب خيالية. قلت: كيف ذلك؟ قال: هذا سر لا أستطيع الآن، ربما فيما بعد. وفجأة قال الجن المسلم: سوف أقول لك شيئا مهما، إن إبليس له مملكة ضخمة وزراء وحكومة وإدارات كبيرة، وله مندوبون كبار منهم 5 يجب أن تعرفهم وتحذر الناس منهم. الأول اسمه ثير، وهو يأتي لمن يقع في مصيبة أو ورطة أو يموت لها قريب أو ولد، فيوسوس لها بلطم خدها وإعلان الحرب على الله والعياذ بالله، علاجه أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان ثير الرجيم وجنده وأبنائه. والثاني اسمه داسم، وهو الذي يبذل جهده لتفريق الأزواج وتكريه كلا في الآخر حتى يقع الطلاق، وهو أحب أبناء إبليس إلى قلبه في إداراته الكبيرة المتعددة، وعلاجه أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان داسم الرجيم وأبنائه وجنده. والثالث اسمه الأعور، ويختص هو وإدارته بتيسير الزنا والحظ عليه، ويطلق أبنائه يزينون النصف الأسفل للمرأة إذا خرجت إلى الشارع، وكل فضائح ومصائب الزنا تأتي عن طريق هذه الإدارة. والرابع اسمه مصور، وهو مختص وإدارته بشؤون الكذب كبير وصغير إلى حد التشكل في
صورة رجل ويجلس في مجلس ويفتري الكذب أو يطلق إشاعة يرددها الناس دون تبصر. والخامس اسمه زلنبور، وهذا الشيطان يشرف على الأسواق في كل أنحاء العالم، هو وأبناؤه، وهم من وراء الغش والشجار والعراك والشتائم والمقاتل. ففاجأته بقول أريد جديدا، لقد قرأت مثل هذا، فلذلك معلوم لدينا. قال ليس مشكلة، يمكن أن أقول لك عشرات الآلاف من الأسماء، ولكن ليس ذلك مهما، إنما المهم الاستعاذة بالله منهم ومن شرورهم. قلت له فهل هؤلاء الخمسة ما زالوا أحياء، خاصة أن مجاد تحدث عنهم منذ 1300 عام؟ قال مصطفى كنجور نعم لا يزالون أحياء، فالجن معمر وأغلبنا يعيش مئات السنوات، ومنا من يعيش آلاف السنين. قلت بدهشة آلاف السنين؟ قال نعم، منا من يعيش آلاف عام، ومنا من يعيش 5 أو 7 آلاف عام، لكن من الشياطين من هو معمر مثل إبليس، لكن من الشياطين من هو معمر مثل إبليس من القدم، وكهؤلاء الخمسة من أبناء إبليس لا يزالون أحياء. قلت له وأنت كم عمره؟ وهنا صمت قليلا وظل يحملق في كأنه يرى من عيوني إلى داخل أعماقي، كمن يريد قراءة شيء ما. فكررت عليه السؤال، فقال أقسم بالله ما تضرني؟ قلت بدهشة وباعتقاد لما أقول أقسم بالله لا أضره. قال ما زلت صغير السن، فأنا أعتبر بمقياس الإنس كمن عمره 15 عاما أو 17 عاما. قلت له لا، أنا أريد عمرك الحقيقي، أعني بمقياس الجن. قال عمري 180 سنة، وهو بمقياس الجن يعتبر صبيا وشاب. قلت له ووالدك ألا يزال حيا؟ قال لا، لقد هلك في معركة قوية وشجار كبير نشب بينه وبين ساعده الأيمن، وكان اسمه هود، وموته كان عن 1000 سنة إلا 50. أما جد الكبير فقد كان يسترق السمع وأتبعه شهاب ثاقب وأهلكه، ومات عن عمر يتناهز آلاف السنين. قلت له أتعرف عمره بالتحديد؟ قال لا، لكن من المعمرين الكبار. والآن ننتقل إلى أين يعيش الجن والشياطين وإبليس. من هم الجن الحضر؟ ما هو السر الغامض حول اختفاء الطائرات والسفن في مثلث برمودا؟ الجن في كل مكان، لكي ندرك معنى أن الجن يعيش في كل مكان على هذه الأرض، ولأمنح العقل صورة تقريبية لهذا التواجد، أقول بأن الإنسان يعيش فوق اليابسة فقط، التي يبلغ مساحتها 27% من سطح هذا الكوكب. ورغم هذا لا يعيش الإنسان فوق هذه المساحة كاملة، بل أقل من ربعها، أما الجزء الباقي أرض قاحلة ومهجورة. أما الجن تنتشر مستعمراته ومدنه ودوله، فالنسبة الكبرى من المياه أعني فوق سطحها، وأيضا في أعماقها، ويعمرون في الصحاري والأماكن الخالية والجبال المرتفعة وكل مكان من الكهوف والمغارات، بل طوائف منهم تسكن بالشقوق والحجور أحيانا، ومنهم من يقيم إقامة دائمة في منازلنا، ومنهم الشياطين التي تأوي عزكم الله إلى الحمامات ودورات المياه، وهم في النهاية عالم قائم يشعرون بعالمهم كأنه محسوس، فلهم منازلهم ومدنهم وزراعاتهم وإلى غير ذلك. جن الحضر، مصطلح الجن تعني معايشة الإنسان في مدنه وقراه ومنازله، وسكان الحضر غالبا من أهل الإسلام باستثناء أصحاب الديانات الأخرى، فالجن المسيحي يسكن في بيت المسيحيين، وأغلبه يسكن الكنائس، وكذلك اليهود المعابد اليهودية والمنازل اليهودية. أما الجن المسلم يبحث عن المنزل المسلم إسلاما حقيقيا لا اسميا، والجن المسلم صادق الإسلام للغاية، ويطبق أحكامه بحرفية عجيبة، وقلبه مليء بالإيمان لدرجة أنه إذا سمع القرآن يتلى أنصت وإذا به بكى، عجيب وزفير وشهيق وأنين من خشية الله سبحانه وتعالى. جني مسلم في منزلي. قلت لصاحبي ترى جنا يعيش في منزلي؟ قال نعم ولكنهم كلهم مسلمون ولله الحمد، منهم سعيد ومرجان، وهما ابن الجنية المسلمة واسمها زبيدة، وزوجها محمد، ومعهم عدة أبناء بالسقف الآن، وهم من خدم البيت، يدفع الله بهم عن أهل البيت الذي يتمسك أهله بالإسلام كثيرا من البلايا مما لا تروا. قلت له محمد وأبناءه ألا يتعبون من بقائهم طائرين وملتصقين بالسقف؟ قال بحمد الله طول النهار يظلون هكذا، فإذا ما وضعتم الطعام نزلوا وأكلوا معكم، فإذا ما رفعتموه حمدوا الله وارتفعوا، حتى يأتي الليل ويصلون العشاء ويأتون للتعلق بالسقف قليلا، فهنا يتعبون فينزلون للنوم على أي وسادة أو كرسي هنا بتلك الصالة، ليقوموا لصلاة التهجد ليلا وقيام الليل لله رب العالمين، وهم عند طيرانهم حول السقف تجول بين أركانه أو الثبات يديمون ذكر الله وتسبيحه. قلت له ألا يغادرون المنزل لحاجة أو لسفر أو لأي شيء؟ قال بلى، يسافرون ويأتون
يأتون، بل وأحيانا يذهبون للصلاة بالحرم المكي الشريف أو بالحرم النبوي الشريف، ويأتون في لمح البصر لمنزلهم هذا. قلت له طاب المنزل لنا ولهم بإذن الله وبفضله، ووجود الجن المسلم في البيت المسلم علامة خير ودليل نعمة ورضا من الله عز وجل. ننتقل إلى الشياطين التي تعيش في دورات المياه عزكم الله. قال الجن المسلم سأقول لك معلومة هامة. قلت له خير إن شاء الله تعالى. قال الشياطين تهوى العيش في البؤر المعفنة وتجذبها النجاسات والروائح القذرة، هذا إذا سمعت الأذان إلى الصلاة ولت هاربة إلى أقرب دورات المياه، وهي تصم آذانها بيدها أو تستغشي ثيابها، بل منها من يقفز إلى بلاعات المجاري. هذا إذا دخلت للوضوء ادخل بقدمك اليسرى وقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وحذر النساء أن لا يلقين الماء المغلي في البالوعات دون تسمية بسم الله ودون الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فقد يقتل هذا الماء شيطانا فيحاول أهله الانتقام من أهل البيت وخاصة المرأة التي تفعل ذلك، ولو تمكنوا من التلبس بها لفعلوا. احذروا من وجود المجسمات والتماثيل والصور. بفضل الله تعالى وتوفيقه لا أعلق بمنزلي صورا ولا تماثيل مجسمة، ولكن عندي وزة مجوفة ذات رأس أضعها لوضع القمامة في داخلها، وفجأة وفي لقاء الأول مع مصطفى كنجور تلفت يمنه ويسره ونظر إلى السقف وهو يلقي السلام، وفجأة شاهد الوزة فقال لي بحدة واهتمام هات سكينا واقطع رأسها فورا أو غطه بحيث لا يظهر كرأس مجسم أو تمثال، وصاح هيا هيا إلى الخارج. قلت لماذا تفعل هذا؟ قال أرى شيطان على رأس الوزة، وغطينا رأسها فانصرفت الشياطين بفضل الله. قلت له بالنسبة إلى الصور الفوتوغرافية هل تجذب الشياطين إليها؟ قال فيها مغناطيسيا تجذب الشياطين فلا تعلقها، لا تضعها مكشوفة، فلو كانت على كتاب أو مجلة اقلبه أو اقلبها لكي تختفي الصورة. ويا أخي الملائكة لا تدخل المنزل إذا رأت صورة، هي تنفر منها حسب ما علمت من حبيب الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. قلت له ولكن أريد أن أسألك في هذه المغناطيسية التي تقول في وجودها بالصور والتماثيل وأنها تجذب الشياطين إليها، هل هي مغناطيسية حقيقة أم أنك تشبه الأمر وتقربه لنا؟ قال لا لا إنها حقيقية، بل أن الشيطان يشمها كما أنتم تشمون الروائح ويراها بعينه من بعيد، لأنها تكون ضوء أو إشعاع أو سحبة بخارية لا تراها كإنس بالعين المجردة، فيقبل عليها الشيطان كمن يقبل على طعام شيء. وهنا أشرت إلى لعبة بالونية على هيئة فيل أخرى على هيئة عروس، وهما ألعاب الأطفال. قلت للجني وماذا عن هذين، هل تجلبان الشياطين؟ قال لا لا لعب الأطفال لا تجذب الشياطين. قلت لماذا؟ قال السبب لا أدري، لكن عائشة رضي الله عنها تلعب بمثل هذا ولم ينهها محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن الجاذبية المنبعثة منها مطفأة بقدرة الله سبحانه وتعالى. قلت له انظر إليها هل إشعاعاتها مثل إشعاعات الوزة؟ قال لا أقل كثيرا، لأن مخالطة الأولاد لها وامتهانهم لها يقلل هذه الإشعاعات. قلت سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجني وإياك أن تدع غرفة بالمنزل خالية من حركتكم ونومكم وذكر الله تعالى بها، إذ لو فرشت غرفة نوم وتركتها خالية فإن الشيطان ينوم على هذا الفراش وشغل هذه الغرفة، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له تعني الفراش في الغرف المتروكة يكون فرشا للشياطين أم أن أي فراش مهجور يكون كذلك؟ قال كلا الأمرين صحيح، فأي فراش تتركه فهو عرضة لأن ينام به الشيطان حتى لو كان نفس الفراش الذي اعتدت عليه، وإلا فلماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينظفه بصنفة إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. قلت إذن ليس شرطا أن تكون الغرفة مهملة أو الفراش مهمل؟ قال بالطبع لا، لكن الغرفة المهملة 100% لا يكون فيها شيطانا واحد بل شياطين ما لم يذكر فيها اسم الله عز وجل دائما، المتسكعون من الشياطين. قال صاحب هناك جيوش لإبليس منتشرة بكل مكان وهم المتسكعون، منهم من يظل بالشوارع لاستقبال النساء المتبرجات وتزيينهن في عيون الناظرين لتزداد المرأة إثما، ومن هؤلاء الشياطين من هو مختص بالنصف الأسفل من المرأة المتبرجة يوسوس لها ويزين هذه المنطقة لكل ناظر، وهذا الصنف يعمل ليل نهار بلا ملل ويستريح قليلا، أما أغلبية الشياطين فتشتد وتكثر وتنشط في الظلام أي مع هبوط الليل. قلت له
إلى هذه الدرجة تتلاعب الشياطين بالإنسان؟ فأين عقل الإنسان؟ قال طبيعي، إن العاقل والحكيم الذي يعرف ربه سينجو من هذا المأزق، ولكن ساعة الغضب قد يخرج الإنسان من وعيه، والشياطين تعرف هذا، ومن هنا تتجمع العشرات بل المئات لإسقاط إنسان ما. والآن ننتقل إلى أين يعيش إبليس. إنها مفاجأة للعالم أجمع، وحل اللغز الذي طالما حير العلماء والباحثون، لكنها الحقيقة، والحقيقة كاملة أقدمها لكم. من إبليس أو من جنده؟ ثم تظاهر بالنوم كثيرا فرارا من الحصار الذي صنعته له. قلت: هل رأيت إبليس؟ قال: نعم، رأيته مرة وأنا طفل صغير، وعدت مرات وأنا صبي قبل أن يمن الله علي في شبابي دخولي إلى الإسلام. قلت له: ولماذا ذهبت إليه وأنت طفل صغير؟ قال: لم أذهب إليه بخاطري، إنما والدي هو الذي حملني إليه ليمسح علي بيده على سبيل البركة. قلت له: لعنه الله، الحمد لله الذي من عليك بالإسلام. قال: الحمد لله. قلت له: صف لي شكله. قال: مثل الأوصاف التي قلتها لك عن الجن، لكن والله عز وجل عاقبه وأبناءه من ذريته بالقبح، وإن كان يتشكل في أي صورة. ثم أن له ذيلا قصيرا للغاية، حوالي من 4 إلى 7 سنتيمتر. قلت له: وهل الذيل في عامة الجن أم لإبليس وأبناءه فقط؟ قال: بحمد الله، هو لإبليس وذريته فقط، وهم الشياطين، فكأنهم خلق مميز. أما بقية الجن فليس لهم ذيلا كما يتصور البشر، كما أن ذيول الشياطين ليست طويلة كذيول القطط أو البهائم مثل ما يرسمها البشر أو يتخيلونها. قلت: ما طول إبليس؟ هل هو ضخم للغاية كما يتخيله البعض أم عادي الحجم؟ قال: هم بمقياس الإنس يقارب الذراع، ما بين 140 سنتي إلى 160 سنتي تقريبا، ولكنه يمكنه التشكل وإطالة جسمه إلى عشرات الأمتار. قلت له: هل لديه بيت أم قصر؟ قال: قصر ضخم للغاية. قال: فيه آلاف مؤلفة من الخدم والحشم، وغلاف مؤلفة من الحراسات بالملايين من الشياطين، وله قصور أخرى في أماكن عديدة، وله ابنة كبيرة يعتز بها، لها قصر ضخم مثل قصر أبيها، وهي غالبا أكبر أبنائه، وكذلك للأمراء الذين عينهم لإدارة مملكته الواسعة. قلت له: وله كرسي يجلس عليه يعتبره عرشا له، أليس كذلك؟ نظر إلي بدهشة وقال: نعم نعم. قلت له: وعرشه في البحر على الماء، أليس كذلك؟ وبالتحديد في البحر. تراجع للخلف فزعا وقال: من أدراه؟ قلت له: إنه محمد صلى الله عليه وسلم، أما قرأت في صحيح مسلم حديث رسول الله الذي قال فيه: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة، ظل الجني مصطفى يحملق فيا دهشا، وقد بدأ عليه الخوف، فاستطردت: أنت مسلم يا أخي؟ وقلت له: المسلم لا يخاف إلا الله، ولن يكون للشيطان على مسلم سبيل ما دام متمسكا بطاعة الله عز وجل، وأنت الآن أحسبك كذلك. قال: نعم نعم، الحمد لله، لقد حفظت القرآن في 4 أشهر. قلت له: فأنى لإبليس وجنوده السلطان عليك، إنك لأقوى بالاستعاذة بالله منه. قال: نعم نعم، جزاك الله عني خيرا في تعليمي، إني أشعر بثبات فؤادي. قلت له: قرأت ذات يوم رواية عن أصحاب ذي القرنين، وأظنه المقدوني لا المذكور في القرآن الكريم، أنهم وصلوا في رحلة من الرحلات إلى منطقة مائية، فتراءى لهم مثل إحدى الجزر، ورأوا أمة رؤوسهم رؤوس كلاب، وأنيابهم خارجة من أفواههم مثل لهيب النار، خرجوا إلى المراكب وحاربوهم، ورأوا نورا بعيد ساطعا، فإذا هو قصر من البلور تخرج منه تلك الأمة الغريبة، فأراد ذو القرنين النزول عليهم ودخول ذلك القصر، ولكن بهرام الفيلسوف منعه وأخبره بأن من نزل على هذا القصر يغلبه النوم ولا يستطيع الخروج، فتظفر به تلك الأمة الموجودة بداخله. فقد دخل بعض الناس إلى ذلك القصر والذي لا يدري أحد ما في داخله، فغلبهم النوم وخدرت أجسامهم، فلم يستطيعوا العودة وهلكوا. أليس هذا قصر إبليس؟ قال الجني: ربما هو أو ربما غيره. قلت له: ماذا تعني بغيره؟ قال: إبليس له عدة قصور يتنقل بينها لإدارة ملكه وجنوده، كما أن لابنته الكبرى قصر محروسا أيضا، ولبعض أبنائه المعمرين، كما لأمرائه قصور فخمة جدا يديرون منها أعمال الغواية والإفساد لبني البشر لتحقيق مشيئة إبليس الذي يعتبرونه ربا وإلها. قلت له: حسنا، فأين القصر المركزي لإبليس؟ بعد تردد ومحاورات قال: إنه هناك عند برزخ الماء، حيث يقول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صدق الله العظيم. قلت له: حسنا يا صاحبي،
أتعني برزخ لقاء النهر بالبحر أم البحر بالبحر؟ صمت ثم قال أعني ما قلت. صمت وحاول التهرب من الإجابة، وأعدت عليه دروس الثقة بالله. وبعدها فجرت قنبلتي التي صممتها على عدة استنتاجات مما سأعلن عنه الآن. قلت له هل مقر إبليس المركزي يقع في مثلث برمودا؟ لمعت عيناه وتظاهر بالنوم فورا وهو في حالة من القلق لم أراها عليه من قبل. ثم قلت أليس جند إبليس وشبيهه البشري ورجالهما من الإنس والجن هم من وراء حوادث اختفاء الطائرات والسفن التي تدخل هذا المجال، خاصة أن قواد الطائرات والسفن والركاب في هذه المنطقة غير مسلمين، فلا حصانة معهم ضد عدوان الشياطين، وإن حدث ونجا عابر فهو استثناء. كثيرا ما تلعب الشياطين وتتشكل حول هذا الناجي بأي صورة ليشك بحواسه وقدراته، حتى منهم من يظن أن خبلا أصابه أو هلاوس. صمت الجني وبان من لمعان عينه الإقرار والحيرة مما أقول. ثم قال الجني يوما ما سأكشف لك أكثر، بل أنا الذي سأكشف للعالم أجمع إن شاء الله السر عن هذا المثلث الغامض وأشباهه، وأنت تعلم أنني أعلم بحمد الله. قال الأمر هو كما قلت. قلت له وبالطبع فحادث الرحلة 19 الذي كشف أمر هذا المثلث وما تلاه من الحوادث لم يكونوا أول القافلة. قال الأمر قديم، حتى أن الصيادين بهذه المناطق كانوا يتهيبون دخول هذه المنطقة، أما أعظم القراصنة فإن حتفه المحقق واقع إن تجرأ وعبر حدود إبليس بلا إذن. قلت له وهل يعطي إذنا بالعبور؟ قال أحيانا.